الوضع. لكن في الوسط الإمامي ظهر فريق بين متقدمي علماء الكلام الإمامية رفضوا الكرامات فيما يبدو، وهذا شيء غريب فعقنا. كرامات للأئمة فضلا عن غيرهم، كرامات للأئمة فضلا عن غيرهم، وأحدث ذلك لغطا. هل حقا هم رفضوا ما رفضوا؟ وهم بنو نوبخت. بنو نوبخت هم جماعة أو المدرسة النوبختية بالعموم، لعلنا إذا صار في مجال يوم من الأيام يعني نخصص لقاء حول المدرسة النوبختية في علم الكلام بين الشيعة الإمامية. هي المدرسة التي تقع حلقة وسطى بين المدرسة الكلامية الكوفية الإمامية والمدرسة الكلامية البغدادية، مدرسة بغداد المشهورة اللي يعني رموزها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ وسيد المرتضى وأمثال هؤلاء العلماء الكبار. هؤلاء حلقة وسطى القرن يعني الثالث بدايات القرن الرابع، هذه الفترة ظهرت المدرسة النوبختية والتي تنتسب إلى بني نوبخت، وهم من كبار علماء الكلام عند الشيعة الإمامية. الشيخ المفيد في أوائل المقالات يتكلم عن موضوع صدور المعاجز والكرامات عن الأئمة، ثم يتكلم في فصل لاحق عن موضوع صدور المعاجز والكرامات عن الأشخاص الذين هم تالين تلو الأئمة، مثل السفراء، مثل المنصوبين من قبل الأئمة، يعني التابعين للأئمة سلام الله تعالى عليهم. فيعلق في القسم الأول وهو يتكلم عن ظهور المعجزات على يد الأئمة، يعلق يقول ظهور المعجزات على يد الأئمة عليهم السلام ممكن، قل لا هو واجب عقلا ولا هو ممتنع، ما في لا وجوب عقلي ولا في امتناع، بل الروايات والأخبار دلت على ذلك وحصلت لنا القطع من جهة السمع من جهة الروايات الصحيحة على أنه قد صدرت معاجز من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول هذا هو رأيي أنه ممكن، بل قد دلت على ذلك المعطيات التاريخية والحديثية. ثم يعلق ويقول ومعي في هذا الباب، هذه عبارته، ومعي في هذا الباب جمهور أهل الإمامة، كل هؤلاء يوافقونني في هذا الرأي. ثم يقول وبنو نوبخت، ما قال كل أهل الإمامة، ما قال إجماع الإمامية، قال جمهور أهل الإمامة. ثم قال وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه، وبنو نوبخت تخالف فيه وتبع، يعني بنو نوبخت يخالفون في صدور المعجزات على يد الأئمة. ماذا يفعلون بهذه الروايات؟ لا أدري، يمكن لا يصدقون كل هذه الروايات، يمكن عندهم إشكالية عقلية تجعلهم يؤولون كل هذه الروايات. ليس بيدنا النصوص الأصلية لبني نوبخت في هذه الفترة يعني في هذا الموضوع، فما ندري تحليل الآن، بعدين راح نحلل. إذن يقول وبنو النوبخت تخالف فيه وتأباه. ثم يقول وكثير من المنتمين إلى الإمامية يوجبونه عقلا كما يوجبونه للأنبياء. يعني شوف صاروا الإمامية ثلاثة فرق، فرقة يجب عقلا صدور الكرامة من الإمام، فرقة ترفض صدور الكرامة من الإمام، فرقة تقول هو جائز لا يجب عقلا، جائز عقلا وقد وقع، اللي هو الشيخ المفيد ومعه بحسب ما يذكر هو جمهور يعني أهل الإمامة. إذن هذه نقطة مهمة. ثم بعدين يتكلم يقول معتزلة تخالفنا جميعا إلا بعضهم، ثم يقول أصحاب الحديث كلهم يجوز للأولياء للصالحين ما عندهم مشكلة في ذلك، فقط يشير إلى جمهور المعتزلة ويشير إلى بني نوبخت في هذا الصدد. ثم عندما يتكلم عن ظهور المعجزات على يد المنصوبين من الخاصة، السفراء الأبواب، أشخاص اللي هم على صلة بالإمام يعني اللي هم الدرجة الثانية، أيضا يعيد ويكرر الشيخ المفيد، يقول هذا جائز، شو المشكلة في ظهور المعجزات على أيديهم، ويعبر عنها بالمعجزات كما لاحظتم. يقول ما في مشكلة، لا يمنع منه عقل، لا تمنع منه سنة، لا تمنع منه كتاب. ثم يقول وهو مذهب جماعة من مشايخ الإمامية، ما قال جمهور الإمامية، هناك قال جمهور أهل الإمامة، هو قالوا جماعة من مشايخ الإمامية يقبلون صدور المعجزات خارج دائرة النبوة والإمامة، ويقول أن أهل الحديث أيضا يقبلون ذلك ما عندهم مشكلة. ثم يعلق ويقول وبنو نوبخت من الإمامية يمنعون ذلك ويوافقون المعتزلة في الخلاف علينا فيه، ويجامعهم على ذلك الزيدية والخوارج، هكذا يقول، ويجامعهم على ذلك الزيدية والخوارج المارقة عن الإسلام. هذا كلام الشيخ المفيد. فإذا واضح عندنا أن هناك مدرسة كلامية إمامية في القرن الثالث وبدايات القرن الرابع، لأنه يعني بهذه الفترة المدرسة النوبختية
كان عندها موقف متحفظ رافض بالكلية لظهور المعجزات على يد الأئمة فضلا عن غير الأئمة في هذا الصدد. طبعا القدر المتيقن لما نقول بنو نوبخت، القدر المتيقن علمين من أعلام بني نوبخت، أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي متوفى 311 للهجرة، وأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي متوفى 310 للهجرة، اللي هم شكلوا المدرسة النوبختية التي تحدثنا أو أشرت إليها قبل قليل. طبعا هنا في تحليلات، هل حقا بنو نوبخت في وسط إمامي، هذا شيء يستحق التوقف، هل حقا بنو نوبخت في وسط إمامي القرن الثالث والرابع، يعني في وسط عز ازدهار أيضا الحركة الحديثية والروايات، ليس في فترة في شحف الروايات فيها، مع ذلك اتخذوا موقفا من هذا القبيل، ليس في حق الأبواب وأمثالهم، وإنما أيضا في حق الأئمة، هذا شيء ملفت للنظر. لهذا ظهرت بعض التأويلات في هذا الموضوع. ممكن الآن طرح احتمال أنه من الممكن أن بني نوبخت لا ينكرون الكرامات للأئمة، وإنما في الحقيقة بنو نوبخت ينكرون حاجة الإمامة إلى كرامة، يعني بمعنى أن النبي يحتاج إلى معجزة لإثبات دعوته، بينما الإمام لا يحتاج إلى معجزة لإثبات إمامته. تماما كما ينسب لهشام بن الحكم، ينسب لهشام بن الحكم أنه قال ما في ضرورة للكرامة للإمام، مع أنهم نسبوا إليه أنه يوافق على صدور المعجزات عن الإمام. ممكن، وبعضهم استشهد على ذلك، قال بأن بني نوبخت يعتقدون بأن أهل البيت يأخذون العلم بطريق غير عادي. هذا معجز، هذا معجزة، أخذ العلم بطريق غير عادي هذا معجزة، إذن هم لا يرفضون المعجزة. كل ما في الأمر أن هناك نزاعا داخل المذهب الإمامي فيما هو سبيل إثبات المعاجز، إثبات الإمامة، النص أو المعجزة أو النص فقط. هناك فريق يعتبر أنه إما النص أو المعجزة، صدور معجزة مع ادعاء الإمامة كاف في إثبات الإمامة، لنفس السبب اللي هو يوجب إثبات النبوة عند صدور المعجزة مع ادعاء النبوة، ونفس الشيء. فإذا المعجزة من وسائل إثبات الإمامة، بينما والنص أيضا من وسائل إثبات الإمامة، بينما فريق آخر يعتبر أنه المعجزة ليست من وسائل إثبات الإمامة، وإنما اللي هو من وسائل إثبات الإمامة مثلا النص. هكذا ذكر بعض الذين حاولوا تأول مسلك بني نوبخت في هذا الموضوع. طبعا في صعوبة في تفسير عبارة الشيخ المفيد بهذا الشيء الذي يعني يذكره بعض هؤلاء المتأولين، وربما الشيخ المفيد لا أدري، ربما يعني يحتاج التثبت أكثر أنه بنو نوبخت إلى أي حد كانوا يرفضون، لكن بحسب يعني نص الشيخ المفيد اللي هو النص العمدة في موضوعنا هنا، يعني ظاهر أنهم يرفضون. والعلامة المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 27 صفحة 31 فهم هكذا، وقال بأن المعجزات الجارية على أيدي غير الأئمة من أصحابهم ونوابهم هي معجزات للأئمة، وعلق وقال مذهب النوبختية هنا في غاية السخافة والغرابة. يعني هذا تعليق متكلم إمامي في القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر على مسلك مدرسة كلامية في القرن الثالث والرابع، يعني غاية التباعد، فيقول بأنهم ربما مثلا كانوا متأثرين بالمعتزلة، أو في كلام هل تأثروا بالمعتزلة أو المعتزلة تأثر فيهم في بعض الأماكن، على هذا كلام تاريخي طويل.